تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ليهود إسرائيليين من أصول إثيوبية وهم يرددون صيحات داعمة لفلسطينيين أو لفلسطين ومنددة بإسرائيل خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال. ويظهر المتظاهرون في الفيديو وهم يقطعون طريقا في إسرائيل ويهتفون باللغة العربية والعبرية والإنجليزية الله أكبر وفلسطين حرة وغيرها من الهتافات. هذا وتتواصل في إسرائيل الاحتجاجات العنيفة للمتظاهرين من أصول إثيوبية ترافقها عمليات تكسير واسعة النطاق نفذها الإثيوبيون مساء اليوم حيث طالت سيارات الشرطة. الله